السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، تقدم معنا في الدرس السابق أن تكلمنا عن باب الريب وباب السخط وباب القلق والاضطراب، وهي أمور مرتبطة ببعضها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهي أمور مرتبطة ببعضها، وهي من الكبائر. فالذي يشك في دين الله تبارك وتعالى ووجوب الإيمان به واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب الموصلة إلى الكفر، وهي مسببة للسخط والقلق والاضطراب التي ذكرناها وأوضحنا ذلك وأدلته في الدروس السابقة. وهذا هو الدرس 21 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وكلامنا اليوم عن باب الجهالة، وهو الجهل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجهالة. وقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الجهل أيها الإخوة هو ضد العلم، وهو على قسمين: جهل بما لا يقوم دين المرء إلا به، وهذا محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. وجهل آخر: جهل ببقية أمور الدين التي لا يحتاج إليها الإنسان في أمر دينه، التي لا يحتاج إليها الإنسان بعينه في أمر دينه. وهذا الجهل به لا بأس به إذا قام من أهل العلم من يكفي بتعلمه. وبالتالي فإن العلم على قسمين: علم بما لا يقوم دين المرء إلا به، وهذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه. علم بما لا يقوم دين المرء إلا به، وهذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه. مثل ماذا؟ مثل أحكام الطهارة والصلاة والصيام والحج والعمرة لفعلهما في العمر مرة واحدة، وكذلك الزكاة لمن كان لديه مالا، وأحكام البيع والشراء لمن يتعامل بالبيع والشراء، وأحكام النكاح والتعدد لمن كان متزوجا أو معددا، وهكذا. وبالتالي فكل ما يحتاج الإنسان لتعلمه ليقوم به أمر دينه أو تقوم عليه الحياة اليومية فإنه يجب عليه أن يتعلمه، وهو فرض عين. والجهل به محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. والقسم الثاني من العلوم: علوم متعلقة بأمور الدين لكن لا يحتاج إليها الإنسان في إيمانه واعتقاده وعمله، وهذه العلوم فرض كفاية، إذا قام بها بعض أهل العلم سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين، لأن أمور الناس لا تقوم إلا بوجود أهل علم يفتونهم ويعلمونهم ويردونهم إلى الحق ونحو ذلك. وبالتالي كان هذا القسم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. واعلموا أيها الإخوة أن الجهل قد يصل بالمرء إلى النفاق. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون، بل قد يصل إلى الكفر إذا صاحبه الإعراض.
ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الإسلام ناقضا مهما وخطيرا، قال: من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه ولا يعمل به. ونحن دائما نقول في صلاتنا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ المغضوب عليهم هم الذين علموا العلم لكن خالفوه، وعلى رأسهم اليهود. ومن الضالون؟ هم الذين عبدوا الله على جهل. هؤلاء ضالون وهؤلاء ضالون، هؤلاء أصبحوا مغضوب عليهم وهؤلاء أخبر الله عنهم بنص القرآن أنهم ضالون، لأنهم عبدوا الله على جهل، وعلى رأسهم من؟ النصارى. وبالتالي كان أهل النعمة من الله في الدنيا والآخرة من علم العلم وعمل به، من علم العلم وعمل به. والمنافقون كانوا يحضرون خطب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لكن إذا خرجوا من عنده كما قال الله عنهم في كتابه العزيز: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا. فهم يسمعون لكن لا يفقهون، هم يسمعون ولكن كانوا معرضين، لا يريدون أن يتعلموا ولا يريدون أن يعملوا. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الأولى في قوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. هم يسمعون لكن لا يعون، هم يبصرون لكن لا يتفكرون، لا يقودهم ذلك إلى الهدى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، كالأنعام. ثم قال الله عز وجل: بل هم أضل. لماذا كانوا أضل؟ لأن البهائم ما كلفت، ليس عليها تكليف، ليس عليها تكليف، لكن بنو آدم الثقلين الجن والإنس عليهم تكليف، ومع ذلك لم يهتدوا. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ثم ذكر المصنف الحديث الأول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية معاوية، وهو عند أحمد والترمذي وحسنه وصححه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، ومن أراد به خيرا فقهه في الدين. وإنما نكرت خيرا في هذا الحديث لتشمل القليل والكثير، والحمد لله، هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. وقوله صلى الله عليه وسلم يفقهه أي يفهمه، ويقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، ويقال فقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، ويقال فقه بالكسر إذا فهم. والفقه أيها الإخوة هو الفهم والدراية بشكل عام، لكنه جعل عرفا خاصا بعلم الشريعة، وخاصة أيضا بعلم الفروع فيه. فإذا قيل فقيه علم أنه العالم بعلوم الشرع، أو علم بأنه العالم بالفروع الفقهية. وهذا الأمر ذكره ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه جامع الأصول. وهذا الحديث أيها الإخوة يبين لنا أن العالم له فضله، وأن العلم الشرعي له فضله. واعلموا أيها الإخوة أن كل مدح في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلم فالمراد به العلم الشرعي دون غيره، فالمراد به العلم الشرعي دون غيره. وكل فضل جاء في الكتاب والسنة للعلم فالمراد به العلم الشرعي دون غيره. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. ما المقصود بالعالم هنا؟ العالم بالعلم الشرعي فقط،
ما الدليل على هذا؟ الدليل أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز في سورة الروم: ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فسمى الذين يعلمون العلوم الدنيوية لا يعلمون، لكنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فكل علم في كتاب الله عز وجل ينصرف إلى العلم الشرعي، حتى في قوله تعالى: وقل ربي زدني علما، المراد به العلم الشرعي دون غيره. وبالتالي لا ينبغي لأحد أن يبين فضل العلم ومن ثم ينسبه إلى العلوم الدنيوية، فإن هذا فهم خاطئ. لا يقال أن العلوم الدنيوية لا تتعلم ولا ينصر بها المسلمون ولا تكون لهم فيها نفع، لا، بل قد ينصر بها المسلمون وقد يكون فيها نفع، وقد يكون من يتعلمها يؤجر، لكن ليس هو الأجر المترتب على العلم الشرعي. هذا أمر، وهذا أمر آخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله المكان: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أسماء رضي الله عنها، وهو عند أحمد من رواية البراء، لكنه بسياق آخر طويل. ومن المهم أن نذكر سياق الحديث، فقد جاء عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، أي الميت، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيذوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له، وهنا الشاهد: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. جعلنا الله وإياكم من أهل هذا الصنف. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض،
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. والحديث صححه جمع من الأئمة، منهم ابن القيم والألباني وغيرهما رحمهم الله تعالى. إذن على الإنسان أن يتعلم من دينه ما لا يسعه جهله، وكل من جهل في دين الله أمرا مهما عليه أن يتعلمه فإنما آله إلى هذه الكلمة: ها ها لا أدري. وكل من تعلم العلم فعبد الله على بصيرة مآله لأن يجيب، ثم له الجزاء الحسن الوارد في هذا الحديث. واعلموا أيها الإخوة، ولعلي لا أطيل عليكم، أن الناس في العلم على ثلاثة أقسام ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري. قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فالناس على ثلاثة أقسام: قسم حفاظ فقهاء علموا وعملوا وعلموا، وقسم حفاظ لكن ليسوا بفقهاء ينقلون العلم فقط، وهؤلاء نفع الله بهم لكن ليسوا كالقسم الأول، والقسم الثالث من لا خير فيهم لا يحفظون ولا يفقهون، والعياذ بالله. لعلي أقف عند هذا الحد وأستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أمر مهم جدا فيما يتعلق بالعلم وبشأن طلاب العلم وأهل العلم، وكيف أنهم يسبقون إلى الله تبارك وتعالى وإن كان عملهم قليلا، لماذا؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وأن العباد وإن صاموا النهار وقاموا الليل وأنفقوا أموالهم لا يصلون إلى مرتبة العلماء مع فعلهم كهذا كله ومع قلة فعل أهل العلم، لماذا يكون الأمر كذلك؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، وأن يجعلني وإياكم من عباده العالمين العاملين الداعين إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه رضيه عنا، إنه لذلك القادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.